دشن مركز الملك سلمان للشباب معرض سوق المواهب بالمنطقة الشرقية، ويعمل سوق المواهب بالربط بين الشركات الناشئة والصغيرة والشباب والشابات الموهوبين لتوفير فرص عمل متنوعة وتطوير مهاراتهم. فعالية سوق المواهب هي إحدى فعاليات مركز الملك سلمان للشباب. مركز الملك سلمان للشباب داعم بشكل رئيسي للشباب، ويركز كثيرا على إلهام الشباب ودعمهم وربطهم بالقادة. هنا في فعالية سوق المواهب في الشرقية هي ثاني فعالية هذه السنة، بدأت معنا بجدة والآن في الشرقية، وسنستمر بإذن الله في القصيم وننتهي في الرياض بإذن الله. هنا في الفعالية ممكن إحنا نربط أو إحنا وسيط بين الموهوب وبين رواد الأعمال اللي هم ستارت أبس والناشئ والصغير، اللي بيجي معانا في الفعالية من الشباب، وهذا تركيزنا الكبير إنه نستثمر طاقاتهم بحيث نبحث عن الموهبة. عندنا مشروع عبارة عن تطبيق عقاري، عبارة عن محرك بحث عقاري. هدفنا من المشاركة في معرض سوق المواهب استقطاب المواهب الشابة من إخوان وأخوات. حقيقة هدفنا أن نستثمر في شباب خريجين الجامعات اللي جدد حاليا في دخولهم للسوق، لأن حقيقة نرى أن الشاب حديث تخرج هو عنده حس إبداعي عالي جدا، رغبة في إثبات ذاته. كثير من الجهات ممكن تختلف معاه، يقولك أبغى شخص عنده خبرة عالية. إحنا نستهدف الشاب الجديد لأن مؤمنين فيه حقيقة ونعول عليه كثيرا. وقبل أن يخوض الموهوبين تجاربهم الجديدة مع الشركات، هناك منصات لإرشادهم بتقديم نصائح وإرشادات للشباب والشابات حول كيفية تطوير مهاراتهم ومسارهم المهني، وتقديم لهم كافة الاستشارات القانونية. في البداية المعرض طبعاً حنا سعينا أنه نقدم فيه استشارات قانونية مجانية لشباب وشابات الأعمال، أو أيضاً بالنسبة للأشخاص اللي تواجههم بعض الأحيان يعني مشكلة مع شركائهم، خصوصاً يعني من القادمين جدد على موضوع الشركات. أيضاً في مسألة الباحثين عن العمل فيما يتعلق بعقود العمل، إيش العلاقة ما بين العامل أو الموظف وصاحب العمل. أيضاً في بعض الإشكالات خلينا نسميها حقوقية بسيطة، ما نتكلم عن الأحوال الشخصية، لا نتكلم عن الأشياء الحقوقية مثلا المالية أو التعاقدية البسيطة التي تتطلب يعني استشارات فورية وسريعة. تأتي مبادرة سوق المواهب ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات التي ينظمها مركز الملك سلمان للشباب لتحقيق الطموح المهني لجيل الشباب بطرق مبتكرة. للإخبارية عبد الله الشهري، الخبر.